السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير بسام. مساك الله بالخير رقية ويا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا. طبعا كلنا عارف ان البحرين اجرت العديد من الاجراءات الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا، وهالاجراءات يعني لقت العديد من الاشادات من عدة جهات ومنظمات دولية. هالأمر يعكس مدى المهنية والجدية لاحتواء ومنع انتشار الفيروس. صحيح، ومملكة البحرين وضعت تدابير احترازية وقائية لمكافحة العدوى، وحرصت على تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية المجانية للجميع من دون استثناء، وهالشيء أكيد الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بعد. بالتأكيد، وإحنا هني في البحرين ولله الحمد الوضع عندنا تحت السيطرة، وأغلب الجهات والمحلات يعني طبقت خدمة توصيل كل الاحتياجات إلى البيت، فأنت كل اللي عليك بس أنك يعني تقعد في البيت وكل شيء يوصلك لمحلك. صدق بسام، وهذه طبعا كل مواطن ومقيم اليوم بإمكانه أنه يستفيد من العديد من الخدمات اللي تصير عن بعد. وفي هذه الفترة جهاز المساحة والتسجيل العقاري دشن خدمة التسجيل الإلكتروني للعقارات، فتقريبا كل شيء ممكن نسويه وإحنا في البيت. طبعا مشاهدينا، نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس الأمناء، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني وأطيب التبركات بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. وخلال اللقاء أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي على مساعيهم وجهودهم الخيرة لدعم رسالة المركز الإنسانية لإبراز صورة المملكة المتحضرة والمشرقة للعالم. وثمن جلالة الملك المفدى مبادرات المركز الإنسانية النبيلة لنشر قيم الخير والتسامح والتعايش والمحبة والسلام، ودعم للدعوات العالمية الداعمة للتضامن الإنساني والتكافل بين بني البشر، وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي واجه فيها العالم جائحة كورونا. وكما استقبل جلالة الملك المفدى السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث باركا جلالته بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وأكد جلالة الملك المفدى على الدور الريادي الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في خدمة القطاع التجاري والصناعي وتنشيط وتطوير أدائه. ونوه جلالة الملك المفدى بجهود الغرفة ومبادراتها لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، باعتبارها شريك فاعل وحيوي في مسيرة النهضة الشاملة وممثل جدير للقطاع الخاص وما تقدمه جمعية رجال الأعمال الخيرية من أنشطة وفعاليات دعما للقطاع التجاري.
بالتأكيد. أيضا في خبر آخر، استضافة غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين عبر برنامج اليوتيوب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط من أجل النقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها. وقال معالي وزير النفط في مشاركته أن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه مشكلة كبيرة في ظل جائحة العالمية اللي هي كورونا، والتي تمكنت من شل الحركة الاقتصادية العالمية، مما أثر بدوره على جميع أنشطة وفعاليات الشركات العالمية. وأكد معالي على الالتزام بالمرونة والحكمة والتخطيط الجيد في هذا الوقت الذي يضمن مستقبلا أفضل وواعد لأسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور المسؤولية المشتركة بين جميع منتجي النفط للخروج بنتائج وقرارات تساعد هذه الصناعة الحيوية والمهمة في البقاء والاستقرار والاستمرار والازدهار. وفي الخبر الأخير، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب إحصائيات حول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، نتعرف عليها مشاهدينا من خلال التقرير التالي. مشاهدينا، يعني نتمنى انكم حاليا قاعدين في البيت، لان بننتقل الى الزميله مريم بوكمال وبرنامج انت في البيت. مساك الله بالخير مريم، تفضلي الكلمه عندك. مساك الله بالنور والسرور زميلي بسام، وبالفعل ان شاء الله نتمنى ان الكل قاعد في البيت. وتحيه لزميلتنا ايضا رقية في برنامج مجتمع واعي، رحب فيكم مشاهدينا في برنامج انت في البيت، وخذ مكافأة اذا حبيت 1000 دينار، هذه هي المكافأة والجائزة. لكن من هي الفئة الفائزة؟ بقول لكم الخطة، تعب واشتراك واختيار، لا هالامور ما لها داعي، بتحميلك بس لتطبيق مجتمع واعي بيتم إدخالك في لستة الفائزين، وبتوحيد الجهود والمساعي بنتمكن من تجاوز هذه المرحلة بنجاح. كلنا ندعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وقبل لا ننسى، ترى بنقول لك اثبت لنا أنك في البيت، والحين صار الوقت أن احنا نشوف معاكم أول بيت راح يفوز معانا بال1000 دينار. إذن مشاهدينا، متواصلين معاكم في برنامج في البيت طقيت دايل قبل لا ابتدي. ان شاء الله مستعدين معانا، ومثل ما قلت لكم اللي حاب يشارك في المسابقه للحين في وقت انكم تحملون تطبيق مجتمع واعي اللي هو بي اوير بي اتش، وتسجلون بياناتكم عشان يدخل اسمكم في السحب اليومي العشوائي للبرنامج. ونروح للبيت رقم 1. قاعدين تحكون في تليفون، ليكون انا اتصلت وطلع لهم بزي، لأن أنا اتصلت أول شيء. خلنا أجرب بعد مرة. They are on another call. So I'll go to البيت الثاني. شوف البيت الثاني. الدي بي مكتوب Queen of Five Princesses، يعني عندها خمس بنات، إن شاء الله الله يحفظهم لك. سهلين ألف. بس إذا رديتي علينا بعد كده لازم تكونين في البيت، صح؟ عندي في اللايف يقولون نكست، مشغولة شكلها. يلا نكست، نروح نكست، نروح للبيت رقم 3.
صكيته والله صكيته. يلا رحنا الحين للبيت الثالث، صار في البيت الاول مشغول، البيت الثاني ما ردوا، والحين احنا مع البيت الثالث نشوف اذا بيردون علينا ولا لا. يا حن اكيد 100%، الحين ثلاث بيوت ما ردوا، اذا خذيت البيت الرابع بتشوفون ويتنج كول كول كول. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ معك مريم بوكمال من برنامج انت في البيت. اهلا وسهلا. اخوي تعرفني باسمك؟ اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. توفيق. توفيق يا اهلا ومرحبا فيك يا توفيق. توفيق انت في البيت؟ انا في البيت. زين، تم اختيارك يا توفيق للمشاركة في برنامج أنت في البيت، عندك فرصة تكسب 1000 دينار إذا أثبت لي أنك في البيت. أبي أثبت لك أن أو أبي أكد لك أن إثبات وجودك في البيت ما يعني إلزامك بتصوير البيت أو اقتحام لخصوصيتك. في حالة رغبتك عدم التصوير أرجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وإرسال اللوكيشن حالا، والاختيار عندك يا توفيق. ما في مشكلة أصور. يلا ناطرينك يا توفيق. تعالي بابا. نعم شيخة. بتفتح الكاميرا؟ افتح الكاميرا. يلا. يلا ناطرتك تفتح الكاميرا. اهلا وسهلا. مرحبا يا اهلا وسهلا. هذه الصغير الله يحفظه، شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ محمد. اهلا محمد. اهلا وسهلا. تقدر تصور لي رقم البيت عشان نثبت للجميع ان توفيق قاعد في البيت ويا اسرته، واثبت لك الألف دينار. يلا إذا توفيق معنا وتوفيق في البيت ويا عياله قاعد وملتزم ويسمع التعليمات محافظ على أسرته، مثل ما قلنا رمضان هذه يسموه رمضان الأسرة الصغيرة عشان ما نتجمع كلنا مع بعض بس الأسرة الصغيرة. نشوف توفيق رايح عند الباب علشان يصور لنا رقم البيت. ريكونكتينج لان اكيد طلع من عند باب البيت. اوكي 975 واقول لك الف مبروك يا توفيق، فزت معنا ب 1000 دينار. شكرا لك. مشكور يا توفيق. اتوقع الحين هو ما يسمعني، بس الحين بس انتظر انك تطرش لي يا توفيق اللايف لوكيشن حق اثبت لك ال 1000 دينار. شكرا لك، فزت معنا بال 1000 دينار. أنا انتهت فترتي الحين وراح نرجع لرقية في برنامج مجتمع واعي. إليك الكلمة. يعطيك العافية مريم، وأكيد نبارك طبعا حق الفائز، ونبارك أيضا أنه فعلا شخص ملتزم وقاعد في البيت ويستاهل الألف دينار. مشاهدينا الحين ننتقل معاكم إلى بسام اللي راح يستعرض ويانا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. نستعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأحد 17 مايو 2020. بلغت الحالات القائمة 4034 حالة، والحالات المستقرة منها 4026 حالة، فيما يبقى 8 أشخاص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون حتى اليوم 2910، وكذلك أيضا بلغ عدد حالات الوفيات حتى اليوم 12 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. مملكة البحرين أجرت أكثر من 236 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة طبعا بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الأحد في مملكة البحرين رصد 209 حالات جديدة بفيروس كورونا، منها 142 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين، وتعافي 148 حالة. هذه كل اللي عندي، وعودة لشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا يا رب يدوم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه.
مستمرين معكم مشاهدينا في فقراتنا لهذا اليوم، وكثيرة هي الجهود الجبارة اللي تقوم فيها مملكة البحرين في التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره. ومن هذه الجهود الدعم الفني والتقني المستمر لضمان استمرار العمل الحكومي من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وأيضا تطبيق مجتمع واعي والأساور الإلكترونية. بالتأكيد احنا بنتكلم أكثر عن هذه الجهود، وكذلك سرنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. رحب فيك في البداية يعني أستاذ الكريم. الله يعني أشكركم على هذه الاستضافة. يعني استاذ، يعني في المؤتمر الصحفي الاخير تفضلت وقلت ان هناك اقبال كبير من قبل الجمهور في التسجيل في اللي هو تطبيق مجتمع واعي. احنا يمكن تكلمنا عن التطبيق وعن مزاياه، واحنا بنتكلم اكثر عن المزايا الاضافيه اللي اضفتوها بالتاكيد، لكن يعني هذا الاقبال، ما سبب هذا الاقبال؟ شنو اخر احصائيات عندكم في اللي هو عدد المسجلين فيه؟ بداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أود أتقدم بشكر جزيل للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وجميع الفرق العاملة على يعني مهنيتهم وعملهم الدؤوب طوال يعني على مدار الساعة في التعامل مع هذا الفيروس اللي حققت هذه النتائج وخلت في نوع من السيطرة على الفيروس والجائحة وما يكون في ضغط أو انهيار للنظام الصحي. طبعاً إجابة على سؤالك بالنسبة حق الأسباب، أهم سبب أنا أعتقد هو وعي المجتمع، وعي المواطنين، وكلمة يعني شكراً ما توفيهم حقهم المواطنين المقيمين الوافدين، استخدامهم للتطبيق وسرعة يعني تسجيل فيه كان هو دور الأكبر لنجاح هذا التطبيق، لأن التطبيق ما راح يشتغل بدون بيانات بدون مشتركين. السبب الثاني اللي يعني ممكن أتكلم هو قضية الشفافية وحماية البيانات الموجود. مثل ما نعرف احنا عندنا جزئين، جزء إجباري الحجر المنزلي والجزء الاختياري. بالنسبة للجزئية الاختيارية المواطنين يحطونها وبياناتهم ما يتم الاطلاع عليها إطلاقا من أي جهة رسمية أو جهة حكومية أو أشخاص، يتم التعامل معها بشكل آلي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقارنتها مع الحالات المصابة وإرسال التنبيهات. هذه النوع من الشفافية والخصوصية في التعامل مع البيانات لها دور طبعا كبير. السبب يمكن أن أعتبره بعد من أسباب رئيسية وجدا مهمة قضية الأسبقية. كثير من دول العالم تأخرت بشكل كبير. إحنا بتوجيهات من سمو ولي العهد يعني منذ ظهور المرض في البحرين كان عندنا التطبيق جاهز خلال أسبوع. كان عندنا التطبيق وخلال 3 أسابيع اللي تلت بنينا منظومة متكاملة مع كل الجهات ومترابطة اللي خلت التطبيق فعلا يكون فعال. هذه الأسبقية أعطتنا أول شيء قضية انتشار أكبر وتسجيل أكبر لدى المواطنين. الشيء الثاني أعطتنا المجال نحن نطور فيه خلال فترة الأسابيع اللاحقة من التطوير الأولي. وأيضا يعني متابعة النتائج الموجودة وتحسين الأثر المخالطين في التطبيق. طبعا من الأسباب يعني تلفزيون البحرين، وسائل الإعلام، الجرائد، أيضا المشاهير السوشيال ميديا اللي كان لهم دور صراحة كبير ولهم يعني كل الشكر. يعني كل تضافر، طبعا تضافر جهود الجهات أيضا، وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومركز الاتصال، تعاونهم مع بعض واستخدامهم للتطبيق والمنظومة اللي حوالين التطبيق أيضا كان لها دور. العود طبعا على الإحصائيات يعني موجودة، يمكن عندنا التحميل عندنا 579,000 ما شاء الله، وهذا يعتبر رقم جدا كبير. صحيح. والمسجلين في التطبيق عندنا 350,000 مسجل في التطبيق، وهذا يعني صراحة يعني نجاح مبهر لله الحمد، يعني شكر ونجاح هذا يعود فيه للمواطنين والمقيمين. نعم، يعني طبعاً إحنا لما نتكلم اليوم عن تطبيق هو صحيح يمكن لقى انتشار كبير، ومو بس انتشار كبير، يعني يمكن كثير من الدول اليوم باتت تتكلم عن هذا التطبيق، لأن إحنا يعني فعلاً مثل ما تفضلت كان لنا الأسبقية فيه. بس أكيد هذا شيء ما كان يعني شيء نستطيع أن إحنا نعمله يعني من جهة واحدة، لابد أن يكون في تكاتف، لابد أن يكون في يعني مجموعة من الأمور التنسيقية مع عدد من الجهات الحكومية. أنا بنتكلم عن التنسيق مع الجهات الحكومية في رصد عدد الإصابات. طبعا مثل ما قلت أنا، هو التطبيق ما يعمل يعني بمعزل، مهم عندنا قضية رصد الحالة عند المسح لما يكون في حجر منزلي. إذا البيانات ما يتم تدخيلها بشكل دقيق، وهي واجهتنا صراحة في الأسبوع الأول أو 10 أيام الأولى من إطلاق التطبيق، كان عندنا خلل في هذا الجانب، فتم تطوير تطبيق للي يأخذون المسحة في المطار، في أرض المعارض، أيضا في الوحدات المتنقلة اللي يأخذون المسوح. الشكر طبعا لوزارة الصحة واللي يأخذون المسوح، يتم تدخيل واستخدام هذا النظام تدخيل البيانات بشكل متكامل. أيضا عندنا المنظومة الخلفية اللي موجودة في وزارة الصحة
الطاقم الإداري والطاقم التمريضي والطبي اللي يتابعونها. أيضا عندنا مركز الاتصال، إذا واحد اتصل يبي أي استفسارات بيانات ممكن يعطونا بعض المياه، فعندهم أيضا ارتباط بالنظام ويكمل المنظومة الموجودة. إضافة إلى ذلك طبعا غرفة العمليات وزارة الداخلية وبقية الأجهزة عندهم اطلاع فقط. طبعا هذه وزارة الداخلية الحالات الإجبارية اللي هي متعلقة بالحجر المنزلي حتى يتأكدون من ضمان استخدام الحجر المنزلي. فالحقيقة يعني الشكر لكل هذه الجهات، لأن عليهم ضغط جدا كبير أنهم يستخدمون النظام مع الضغط الموجود عندهم. وبالتالي طبعا يعني هذه الأجزاء من النظام الموجودة في كل جهة من الجهات، في أيضا تقنيات ذكاء اصطناعي تم بنائها بحيث أنها تقوم أيضا بقدر، وأيضا في رابط مع بعض الأنظمة الحكومية الأخرى. لما رصاد نحن حالة ضروري ان احنا بسرعه نوصل للعنوان، نحاول ان احنا نعزل ذي الشخص عن المجتمع. فالعنوان مهم، رقم الاتصال مهم، فالرابط بالانظمه الحكوميه مين اللي هو يختلط فيهم اللي يشتغل معاهم اتصال بجهه العمل. ففي صراحه يعني جهد كبير جهد في كبير. رابط انظمه حكوميه مع بعض متأكد. لنجاح هذا التطبيق. يعني استنادا ايضا يعني استاذ محمد للتوجيهات الملكيه الساميه في مساله التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يعني الى جانب عملكم يعني الجبار حقيقه في تدشين هذا التطبيق وعمليه ادارته اللي طبعا تاخذ يعني وقت وجهد كبير بلا شك، ايضا انت في يعني بموازاه ذلك ايضا هناك خدمات الكترونيه يعني كبيره وكثيره الحقيقه، خدمات حكوميه خلينا نقول. نعم. يعني شلون يعني تم تنفيذ هذه التوجيهات في مساله اللي هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ايضا في زياده الخدمات الالكترونيه خصوصا في الفتره هذه اللي احنا نحتاج الخدمات الالكترونيه اكثر من اي شيء ثاني؟ والله يعني هذه توجيهات صاحب الجلالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى خليفة حفظه الله، يعني كلمة السامية يمكن أطلقها في دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، ذكر فيه ضرورة أو وجه الحكومة لضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والاستعداد للاقتصاد الرقمي، وأكد عليها حتى في لقاءات اللي قعدنا مع جلالة الله يحفظه، يعني مأكد على قضية الآن هو احنا في مجتمع نحتاج في هذه التقنيات وهو عليه الـ يعني المعول الأساسي في عملية تقدم الدول. لذلك طبعا احنا يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي أعدنا النظر في وضع الاستراتيجيات، اللجنة العليا طب توجيه من سمو الشيخ محمد بن مبارك إعادة كتابة استراتيجية الحكومة الإلكترونية بحيث أن يكون تقنيات الذكاء الاصطناعي أساس فيها. استخدمناها يمكن في بعض الأماكن، أكثر استخدام صار اليوم في التطبيق نفسه من خلال مثلا الصورة، أنه هو يعرف أن إحنا ما حاطين صورة أنه هي فعلا الكاميرا قاعدة تشتغل. في قضية المواقع تحديدها أن تكون دقيقة، كثير من الدول استخدموا تطبيقات مشابهة لكن عندهم كثير من النقاط الخاطئة. نعم. يعني شخص مو موجود في مكان يبين من خلال التتبع. استفادوا من تجربتنا والله في يعني استفادة وايد كبيرة. في اتصالات من عدد كبير من الدول وشركات، حتى شركات عالمية يعني كانوا يبون يطلعون على التجربة. احنا لله الحمد يعني هذه كلها بجهود وطنية. يعني تم تطوير هذه التجربة. طبعا الخدمات مثل ما تفضلت، يعني احنا عملنا مع عدد من الجهات الحكومية في تحويل جميع خدماتهم الكترونيا، وذكرنا طبعا أمثلة على عدد كبير من الوزارات اللي متوجهة، يعني في توجيه حتى مجلس الوزراء ان كل الوزارات تنقل جميع خدماتها الكترونيا خلال الفترة القادمة ويكون في خطة واضحة، واحنا شغالين معاهم في هذا الشيء. اضافة لذلك طبعا الاجتماعات صارت الان كلها عن بعد، فادارة هذه المنظومة وضمان حمايتها وتدريب الجهات وأن تكون يعني في الرخص الموجودة، أيضا العمل عن بعد من البيت مع الانكربشن في بي ان، وأيضا يعني هذه فيها جهد وايد كبير. يعني في هذا التحدي احنا يمكن بينا كثير من الأمور اللي يعني كنا محتاجين ان احنا نظهرها، لأن هي فعلا موجودة عندنا إمكانيات كبيرة تمتلكها مملكة البحرين ويمتلكها أبناء البحرين ولله الحمد. كل شيء صار واحنا قاعدين في البيت، كل المعاملات والتعاملات الحكومية وغير الحكومية أيضا صارت عبر خلينا نقول يعني اللي هو الاستراتيجية الرقمية. احنا مواصلين معك أكيد حديثنا، ولكن من بعد ما نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير ونكمل إن شاء الله بعدين.
مستمرين معكم مشاهدينا، وعودة لضيفنا العزيز سيد محمد القائد. طبعا تأكيدا على ما تم ذكره بأن هناك عدد من الضوابط والتدابير الاحترازية بما فيه اللي هو السوار الإلكتروني. الحين احنا طبعا نعرف أن السوار الإلكتروني هذه يمكن من أحد الأدوات اللي اليوم تخلي حالة الرصد تكون دقيقة جدا للمخالفين، بس نبي نبين بعد حق مشاهدينا في حال تم يعني رصد هذه لنا المخالفين، أو كيف يتم التعامل مع المخالفين، وإذا في إحصائية يعني نعرف عددهم وشون يتم التعامل معهم. طبعا يعني الموجودين في الحجر المنزلي فيما قبل التطبيق يعني كان في عدد، وبعد التطبيق صار في عدد. اللي تم رصده من خلال التطبيق يعني إجمالا اليوم الموجودين 6700، عندنا تقريبا 4000 طلعوا من الحجر المنزلي، نتكلم إجمالا تقريبا 10700 شخص كانوا في الحجر المنزلي اللي تم رصدهم من خلال النظام أو متابعتهم من خلال النظام. اللي طبعا قلنا احنا 4000 انهوا الحجر المنزلي، اللي عندهم الصوره اليوم يستخدمونها او يعني استخدموها في الفتره الماضيه 4353. اللي في الحجر المنزلي وفي مبنى يتم مراقبته من خلال وزاره الداخليه للعماله، نعم. ما في داعي يكون عندهم مساور لانه في مراقب. في مراقب المكان مراقب، فاحنا نتكلم عن الحجر المنزلي اللي في بيته يتم اعطاء السوار حتى يتم متابعته. طبعا السوار مرتبط بالتطبيق، كل ثانية يرسل يعني أي ثانية يتم في يفصل يتم إرسال إشعار للشخص وأيضا لغرفة العمليات، دقيق جدا. وطبعا يعني نسبة الالتزام جدا عالية، يعني إحنا نتكلم عن المخالفين نتكلم عن يمكن 100-140 حالة، إذا نحسب 10700 نتكلم عن 1.3 يعني أقل من 1.5 نسبة لا تذكر. فالغرض وطبعا ذلين حولوا للنيابه او يحولون للنيابه اللي يعني مصر على مخالفته، وبعدين كثير منهم صدرت في حقهم يعني احكام قضائيه بالغرامه والحبس الى اخره. فالقصد احنا ما نبي يعني فئه المحدوده ذي 1% تاثر على سلامه المجتمع. نعم. ضروري انهم يلتزمون، لان احنا يعني الضغط كفايه صاير على الطاقم الطبي، ما ينامون الا ثلاث او يعطيهم العافيه 3-4 ساعات. الطاقم الامني اللي قاعد يشتغلون على مدار الساعه، الضغط عليهم والأطباء ما قاعدين وما يشوفون أهاليهم، ويجي هل 1% يمكن 100 شخص من هذه الفئات دي كلها ويأثرون على المجتمع وينتشر المرض. يضاعف الجهود على يعني الأطقم اللي بالضبط. تشتغل مثل ما تفضلت. فلله الحمد يعني السورة والتطبيق ساهموا إن ما في طواقم ضخمة قاعدة تتابع غرفة عمليات، وفي شاشات موجودة أي واحد يخالف يعطي التنبيه. نعم. وحتى الشخص نفسه هو يدري، يعني يدري انه هو ذي التطبيق موجود عنده ويطلع له تنبيه وقاعد يتابع. ولله الحمد المجتمع واعي. نعم. 98.7% ملتزمين. نعم. النسبة البسيطة جدا اللي خالفت، ربما حتى بعضهم ربما يكون عندهم اعذار، يعني طبعا كل مخالف يشوفون عذره اذا كان يعني فعلا هو ما كان عنده شيء طارئ او شيء يتم التعامل معه. بالتأكيد استاذ محمد يعني للأمانة يعني هذه خلينا نقول افضل نموذج وافضل مثال لتطبيق اللي هو الذكاء الاصطناعي، بانه يعني مجرد تطبيق، يعني طبعا تطبيق يعني اشتغلتوا عليه شغل كبير قاعد يدير هذه العملية كلها. واللي دخل التطبيق صراحة يعني في البحرين المواطن المقيم ما حس انه هو تائه من بداية الأزمة، مع وجود هذا التطبيق بالعكس يعني قاعد يطلع على المعلومات اول باول ويطلع على الجهود المبذوله. ممكن انا اعطيك بعد احصائيات في الموضوع الله يسلمك. هي. يعني انت اليوم التطبيق احنا مثل ما قلنا نحتاج اسبوعين بيانات. نعم. مع تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان نعطي تنبيهات، نعطي التنبيه ان انت مخالط روح افحص، يروحون يفحصون ناخذ النتيجه ايجابيه ولا سلبيه نرد نغذيها في النظام. نعم. بالذكاء الصناعي يطور من نفسه ويزيد من الدقه. اعطيك اضرب لك مثال، حتى الدول اللي فيها انتشار عالي اللي 100,000 إصابة و 200,000 و 500,000 نسبة الإصابة في المجتمعات عادة 1 في 1000 يمكن. نعم. نسبة بسيطة جدا. فالفحص العشوائي عشان أنا أحصل لي مثلا 20 حالة أحتاج أسوي 10,000 فحص، عشان أطلع 200 مصاب لازم أسوي لي 100,000. في التطبيق المخالطين تم فحص يعني اللي أعطوهم أعطيناهم تنبيهات 1800 شخص، من 1800 طلعوا مصابين 241. فنتكلم عن نسبة يعني 13-14% مقارنة باثنين في الألف. تشوف التكلفة في الفحص، في الطاقم الطبي، الإداري، الجهود دي كلها اللي ممكن توفيرها. فلذلك أنا أعتقد يعني هذه التطبيق مع تطويره مع الوقت، الآن طبعا احنا ننتظر في مخالطين مثل العدد اللي فحصوا تقريبا 1500 ننتظر يفحصون أو تطلع نتائجهم، فمتوقع بعد تطلع بعد نتائج يمكن 200 بعد مصابين. نعم. على حسب الإحصائيات الموجودة، فمع الوقت أنت تعطي تنبيه بسرعة
فبدل ما كنت أخذ 3 أيام أو 10 أيام بالطريقة اليدوية حتى تقول أنت مخاطر مخاطر، طبعا غزارة العدد ما تقدر حتى بالطريقة اليدوية. الآن قاعد تعطي الكل تنبيهات ترى أنت مخالط، فتحمي أسرتك إذا عندك واحد كبير في السنة، إذا عندك أطفال على طول تعزل نفسك، تعزل نفسك في البيت تروح تفحص. التطبيق هو اللي قاعد يتابع يتتبع اللي هو التطبيق نفسه بدون وجود فريق عمل. إحنا أكيد نتمنى طبعا الصحة والسلامة للجميع، والكل لازم اليوم يعني يتحلى بالوعي عشان ما نوصل حق نتائج إحنا مو حابينها. إحنا ما ودنا نختم معك يعني أستاذ محمد، ولكن في كلمة أخيرة أنت حاب أن أنت توجهها لكل من يتابعنا اليوم في مجتمع واعي. أحب طبعا أأكد في أهمية تنزيل التطبيق، مثل ما نعرفه موجود في متجر الأبل ومتجر الأندرويد على بحر البحرين .bh/apps. ضرورة الكل هو ينزل التطبيق. اليوم احنا لاحظنا ان اللي المستهتر مو مهتم اغلبهم يصابون، وكثيرين منهم ما عندهم التطبيق. فتنزيل التطبيق مهم مو بس لك، حق عائلتك. اليوم مع انتشار يمكن زادت شوي الحالات، وجود التطبيق راح يكون حماية وسلامة لك وللمجتمع وتخفيف الضغط، وهو الشكر اللي انت تقدمه للطاقم الطبي والامني اللي قاعد يشتغلون والفريق الوطني. نعم، يعطيكم الصحه والعافيه، ويعني ومن تقدم الى تقدم ان شاء الله. السيد محمد علي القادر الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا جزيلا على حضورك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا فاصل وراجعين ان شاء الله.
يعني احنا دائما نقول البحرين جميلة ويا ربي الله يحفظ هذه الديرة ودائما ننعم فيها بنعمة الأمن والأمان. طبعا احنا عندنا يوميا لقطات حصرية فقط لبرنامج مجتمع واعي والشكر موصول طبعا لإدارة الإعلام الأمني على تزويدنا بهذه اللقطات الجميلة لمملكة الحب والعطاء مملكة البحرين. بالتأكيد يعطيهم الصحة والعافية. مستمرين معاكم مشاهدينا أيضا مع الخدمات الإلكترونية الحكومية طبعا معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري دشن عملية التسجيل الإلكتروني للعقارات، وبانطلاقة هذا المشروع يمكن لأي صاحب طلب لتسجيل عقاري أو رهن عقاري إجراء المعاملة دون الحضور الشخصي. وهذه الإجراءات تتم اتخاذها واطلاقها للتأكيد والتعزيز على مبدأ التباعد الاجتماعي، وهو البداية لعملية التحول الإلكتروني الكامل واللي يأتي وفق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ورؤى وتطلعات جلالة الملك المفتح. وعشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس عمار الخشرم مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، والسيد محمد العامري مدير إدارة التسجيل والمتابعة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. يا هلا وسهلا فيكم ومبارك ما تبقى عليك من الشهر. يا هلا وسهلا فيكم. يا هلا فيكم شرفتونا. ببتدي معك يعني استاذ محمد، يعني الحقيقه احنا يعني نفرح لما نسمع عن يعني اضافه اي اضافه الكترونيه لخدمات الكترونيه حكوميه، لكن هالمره في يتعلق بالجانب اللي هو العقاري. يعني ما الهدف من تدشين هذا الموقع؟ طبعا كان الهدف اولا هذه طبعا سياسه الحكومه الموقره في الانتقال الإلكتروني لجميع الوزارات طبعاً. وطبعاً توجيهات معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الدائمة على أساس أن احنا نتحول إلكتروني ودائماً يكون في تطور مثل هذه الأمور. فقمنا باللي هو تمام عملية التسجيل الإلكتروني لأغلب المعاملات التسجيل. وطبعاً كان الهدف منها اللي هو المواطنين، أن نخفف على المواطنين، نساعد عدم الانتظار للمواطنين، قله الاختلاط في بالنسبه للمواطنين طبعا لمكافحه هذه الجائحه واحتوائها. فكل هذه ساهم في طبعا ظهور هذه اللي هو التسجيل الالكتروني في اسرع وقت ممكن في هذه الفتره. ممتاز. مهندس عمار، اليوم لما نتكلم يعني عن التحدي اللي تمر فيه مملكه البحرين ومر فيه العالم كله، نلاحظ او نشهد ان هناك تاثير كبير في تطبيق المعاملات الالكترونيه وتحويل كل الخدمات الالكترونيه، نبي نعرف هذه الشيء ايش كثر ممكن يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا ويدعم الحمله الوطنيه لمكافحه الفيروس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما قال اخوي محمد، بتوجيهات الحكومه طبعا بقياده جلاله الملك وتوجيهات معالي الشيخ سلمان ان نحول كل المعاملات الالكترونيه عشان تساعد على توجيهات الفريق الوطني طبعا لمكافحه الفيروس. فتسجيل الكتروني خلى تقريبا الحين حاليا نص المراجعين ما يجون عندنا الجهاز لتسجيل اي معامله الكترونيه، وهي رقم تفاجئنا فيه، لان بس من بدين ندشنا خلال اسبوعين، فكنا احنا متوقعين العدد جدا اقل، بس تفاجئنا بالعدد ان الناس فعلا مجتمع واعي البحريني اللي قام يمارس عمليه تسجيل الكتروني، مع ان للحين ما الإعلان عنه تم بشكل جزئي مو بكامل. فالبحرينيين فعلا واعيين، مجتمع واعي اللي بدأوا في التسجيل الإلكتروني من قبل حتى ما نبتدي في الإعلان عنه، فصار العدد طبعا أقل لي، فما في احتكاك أكثر، خصوصا نحن بدينا حسب توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة بقيادة سمو الأمير سلمان بن حمد. ف صرنا نداوم تقريبا ب 30% من الموظفين، فالجميع موجود، فهذه استفدنا منهم ان اغلبهم يشتغلون من البيت، فصار التعامل كان احنا بس وصلت خير بين المواطن وبين الموظفين اللي يشتغلون من البيت، فقاعدين يأيدون عملهم باكمل وجه، وفي نفس الوقت المواطن يحصل الخدمه اللي يبيها وهو في البيت. واحنا في ظل الظروف الاحترازيه نفس ما قلنا متخذين مبدا التباعد الاجتماعي. نعم. والمعاملات تسري بسلاسه وبسهوله. نعم. بالتاكيد. نعم. يعني هذه يعني الخدمه الجديده في اطار يعني خطه يعني حكوميه شامله مثل ما تفضلتم ذكرت استاذ انه في اقبال على هذه. نعم. هذه بعد دليل ومؤشر على قوه سوق العقار ايضا. نعم. في مملكه البحرين. نعم. وانه لا زال يعني لله الحمد مستقر
يعني بتوجه لك بالسؤال استاذ محمد، يعني هل ما هي متطلبات التسجيل الالكتروني وما الفرق بينها وبين يعني تقديم اللي هو بالحضور الشخصي؟ طبعا كان سابقا يكون تقديم المستندات المطلوبه باليد، ولكن حاليا طبعا كل هذه المستندات يتم ايداعها عن طريق الاونلاين، ويقوم المسجل عندنا في التسجيل العقاري بعمليه التسجيل دون حضور طبعا الشخص طالب التسجيل. فهذه كلها يعني كان سرع في هذه العمليه طبعا. يعني احنا دائما يمكن نعول على موضوع السرعه في انجاز المعاملات الالكترونيه، ودائما احنا يمكن نقول ان فعلا يمكن هذه الفتره شهدت تغيرات وتحولات كبيره، وهذه راح نشوفها الحين من خلال التقرير اللي راح نشوفها مع مشاهدينا حول الاجراءات الالكترونيه اللي شلون قدرت ان هي تساهم في تقليل فتره انجاز المعامله واجراءها بالسرعه والكفاءه العاليتين وتقليل فترات انتظار المراجعين. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي عدل لنا الزميل طلال نايف، وراجعين نكمل حديثنا مع ضيوفنا في الاستديو. حفاظاً على أمن المجتمع، أطلق جهاز المساحة والتسجيل العقاري أكبر عملية تسجيل إلكترونية للعقارات في تاريخه، ضمن خطة الجهاز للتحول الإلكتروني الشامل والتي عمل عليها منذ زمن، حيث ستساعد هذه العملية جميع أصحاب المنشآت العقارية من إجراء المعاملة دون الحضور الشخصي مع ضمان سرية المعلومات. بناء على توجيهات معالي الشيخ سلمان بن عبد الله، الجهاز يقوم بتحول الالكتروني بجميع معاملاته، واحنا بدينا لله الحمد من فتره طويله للتحول الرقمي. اليوم معالي الرئيس دشن الخدمات التسجيل العقاري الالكترونيه من حيث النقل الملكيه وتسجيل الاملاك وتسجيل الاراضي والمقسمات الكترونيا، وهم انه دخل الرهن. بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية، التباعد الاجتماعي، عدد المراجعين يكون له رقم معين يدخل في اليوم، إنما يتعدى 5 مراجعين في نفس الوقت. بلا شك التحول الرقمي ضرورة ملحة لخدمة المواطن والمقيم والمستثمر، وهذه تأتي من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد، اللي تحثنا دائما بتقديم الأفضل الخدمات للمستثمرين والمقيمين والمراجعين كمواطنين. هذه الخدمة ستسهم في إجراء المعاملة بسرعة وكفاءة عالية وتقليل فترات انتظار المراجعين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع. هذا التحول التكنولوجي الشامل في جهاز المساحة والتسجيل العقاري جاء ليسطر في صفحاته هذا الإنجاز وفقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتأكيدا على العملية المستمرة التي لم تنقطع لتواكب بذلك جميع التطورات التكنولوجية من أجل أن تكون مملكة البحرين هي الوجهة الأمثل للاستثمار في المجال العقاري. نغلة نوعية تسجلها مملكة البحرين، ففي هذا المكان ستتم خدمة أي شخص لديه إجراء عقاري أو رهن عقاري دون حضوره شخصياً لإتمام معاملته تحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الخدمة هي الأكبر في تاريخ هذا الجهاز. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. عودة بعد هذا التقرير مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. مهندس عمار، يعني لو سألتك يعني الآثار الإيجابية من هذا التطبيق الإلكتروني على حركة الاستثمار والاقتصاد في مملكة البحرين. هو طبعا في كذا أثر إيجابي. اللي هو مثل في السابق كان المراجع يضطر النعي عندنا من 8 مثلا لواحدة أو لثنتين صباحا عشان يطلب تسجيل عقار، الحين صار يقدر يسجل في أي وقت. في أي وقت ممكن تسجل في الليل بعد الفطور، خاصة يوم فترة رمضان الناس تفضل تسجل بعد الفطور، ما لها مزاج أنها تسجل خلال اليوم، فصار الناس عندهم وقت ليه 2-3 تسجيلات. بالإضافة إلى إحنا
الموظفين خصوصا المسجلين اللي يشتغلون عن بعد صار عندهم وقت اكثر حق التدقيق، مثل ما تكلمنا التسجيل العقاري يعتمد على اشياء قانونيه، عقود وهبات واحكام من المحكمه وهبات من المحاكم الشرعيه، وفي نفس الوقت على اشياء هندسيه خرائط وكذي، فصار عندهم الموظفين اكثر وقت انه يدققون. فدقه المخرج اللي هي الوثيقه اللي اهم شيء يبيه المواطن انه يحصل وثيقته صارت ادق، والعمل صار بدقه اكثر واسرع لان التقديمات صارت في الليل والعمل يصير في النهار. طبعا هم الموظفين اغلبهم يشتغلون في النهار، لكن اللي يشتغلون عن بعد ممكن يشتغل حتى في الليل او بعد الدوام الرسمي. فهذه واحد. بالاضافه حق الاقتصاد ذي صار كانت عندنا مشكله، احنا كثير تصير عندنا ناس اجانب او خليجيين يبون يسجلون، يقول لك انا لازم اسجل لكن ما في وقت، لازم اسافر. الحين صاروا ناس اجانب ذي عن بعد ممكن انه هو يسجل وقت ما يستلم وثيقته، وقت الدوام 24 ساعه صار، فممكن يعني حتى يسوي وكاله في السفاره او ذي، ممكن يسوي البيع ويدخلها لنا ونسجلها وهو برا البحرين، فما يحتاج يكون موجود. فهذه شجع المستثمرين خاصه في المناطق الاستثماريه المطورين مثل الجزر وكذي اللي يبيعون حق الاجانب، صارت تعاملات وتسجيلاتهم من خارج البحرين. فهذه احنا نشجع صرنا ان اي واحد ممكن يشتري من البحرين وهو في بيته، ما يحتاج انه يجي البحرين مثل اول يحجز مواعيد وذي وممكن ما تكمل معاملته. فالحين هاي شجع الاجانب جدا انه يستثمرون. استاذ محمد، يعني يمكن في بدايه كلامنا اشرت الى ان هناك اقبال كبير من قبل المواطنين على التسجيل الالكتروني، بس نبي نعرف بعد ردود افعال الجمهور والعملاء اللي استخدموا هذا التطبيق. طبعا يعني بعد هذه النقله النوعيه طبعا لازم بيكون في ملاحظات من الجمهور، واحنا حاليا قاعدين نرصد اي ملاحظات من الجمهور واي يعني تعليقات منهم او ذي، على اساس ان احنا بعد نحسن من هذه الخدمه. ولكن الحمد لله يعني في اقبال من الجمهور ومستحسن، والدليل يعني التسجيلات الكثيره اللي ما شاء الله تفاجئنا بها بعد، يعني صار بعد ايجابيه اكثر، مهم صار ايجابيه اكثر. نعم، وفي بعض الملاحظات جاتنا على اساس ان الحين نعدل فيها، ولكن الفتره قصيره لبدل ذي ما نقدر بعد يعني نتكلم عن هذا الشيء الا بعد يعني فتره اكثر ان شاء الله. ممتاز، يعني هذه دليل انه ما شاء الله يعني رقيه كل القطاعات عندنا في البحرين يعني تتسم بالمرونه وعندها القدره على التحول الالكتروني، فهذا شيء جدا جميل. وفي النهايه نشكركم طبعا المهندس عمار الخشرم مدير اداره الشؤون الفنيه بجهاز المساحه والتسجيل العقاري، والسيد كذلك محمد العامري مدير اداره التسجيل والمتابعه بجهاز المساحه والتسجيل العقاري. شكرا جزيلا على حضوركم معنا. شكرا لكم. شكرا على استضافتكم. مشاهدينا فاصل وراجعين. يا هلا. ايه كلهم ان شاء الله راح نخبرهم. مع السلامة. العبود العبود العبود، سمعت آخر خبر يقول لك حصلوا علاج وبيجربونه على 250 شخص، بس ما عارفوا كم بيبيعونه. إن شاء الله يطلع صج عاد. العبود طلع شكل تويت، شوفها شوفها. من وين لك الاخبار؟ روبوت الاهل والربع. يا يمعة خليك حريص على الناس، ايش بيصير اذا التزمت بالاخبار الرسميه؟ البحرين تسير بخطوات ثابتة بإذن الله لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة بتطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الصحية والوقائية من الفيروس. بسام، بالفعل رقية يجب علينا كلنا نحن نتكاتف ونتعاون من أجل تجاوز هالمرحلة والالتزام بالإجراءات اللي تطلبها منها الجهات المختصة، وذلك لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خاصة، وأن الحكومة عملت الكثير في هالمرحلة بطرحها لحزمة اقتصادية تمثلت في دفع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الخاص وتأجيل القروض وغيرها من الإجراءات اللي لاقت استحسان شعبي. زين، وشنو المطلوب منا عيل الحين بسام؟ اليوم الدور اللي علينا نحن كلنا كمواطنين ومقيمين أن احنا نلتزم ونتبع الإجراءات لدعم الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا.
كل اللي مطلوب منه شيء وايد بسيط، ان احنا نقعد في البيت وما نطلع الا الاشياء الضروريه، ونطبق مبدا التباعد الاجتماعي، وهذا شيء علشان يعني كلنا نقدر نحد من تفشي فيروس كورونا ونجتاز هذا التحدي باذن الله بكل نجاح. الله يحفظ البحرين ويحفظ اهلها من كل شر يا رب. اللهم امين. نلقاكم باكر على خير مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم مجتمع واعي، في امان الله. مع السلامه.